أليس لك طلب عند الله يا بني؟ وأنت يا بنيتي ما عندكم أمنيات؟ ألا تريد زوجة، وظيفة، سيارة، مال، فرحة، سعادة؟ هذه ليست عند أمك ولا أبيك. ولو كان والدك أغنى الخلق، ولو كان والدك أعلى إنسان ممن وهب الجاه والمال، والله أمنياتك لا يحققها مخلوق، أمنياتك يحققها الخالق. يا بني أخبرك عن وقت في اليوم لا يتغير هذا الموعد ولا يتبدل، وكل يوم وكل ليلة، ووالله لو قمت فيه لن تجد هذا الموعد يتبدل يقينا بجلاله. أقسم أنه يسمعك ويناجيك، وأنه يسمعك ويرد عليك. إنه الثلث الأخير من الليل، فلماذا تنام عنه؟ فاجعل أمنياتك في سجدة، واسكب على الأمنيات دمعة، وقل يا رب يأتيك.